السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العناد على عمر السنتين أو الثلاث سنين. كثير من الأخوات بتشكي لي أنا ابني عنيد، أنا بنتي عنيدة. يا أخواتي، العند في هذا العمر هو شيء طبيعي، بل هو شيء مطلوب. الطفل كل اللي بيحاول إنه يعمل يحكي لك إنه يا ماما أنا قادر إني أنا أعتمد على نفسي، هو طول وقت كان معتمد عليكي في الرضاعة، في الأكل، في التغيير، في كل شيء. يعني فجأة اكتشف الطفل انه عنده ايدين، عنده اجرين، بقدر يتحرك، بقدر هو يتصرف، يعمل لنفسه، يلبس حاله، يأكل لحاله. فاشي طبيعي انه يكون عنده عند على كتير شغلات. انتي الطريقة اللي انتي بتتعاملي مع الطفل ممكن انك انتي تعززي هذا العند عنده، بحيث انه يصير عند بشع بدون يعني تحكم يعند على كل شيء، او ممكن انه انتي تتساهلي معه وتعرف كيف تتعاملي معه بحيث انه تقللي من هذا العند وتحاولي انه تخلي الطفل يعتمد على نفسه اكثر، مش يضله عنيد. مثلا اذا انت عارفه انه ابنك بده يعاند على الاكل او على الاواعي، لبس الاواعي الصبح، انت حضري له لبستين او ثلاثه بحيث هو يختار منها، مش يعند لك ويحكي لك مثلا انت حضرتي له لبسه واحده وهو يحكي لك لا انا بدي هذه اللبسه الثانيه. فانت كوني محضرتي له لبستين او ثلاثه بحيث انه هو يختار، هيك انت بتكوني عارفه انه ما عند معك على اللبسه، وبنفس الوقت بيكون هو اختار اللي بده اياه، فهيك هو بفكر انه هو اعتمد على نفسه في اللبسه هذه. احنا طريقه تعاملنا مع الاطفال هي اللي بتخلي العند يقوى فيهم او انه نعزز فيهم ثقه النفس. بالتوفيق اخواتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.